السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب البكالوريا الكرام في فيديو جديد من دروس الوحدة المتمثلة في المناخ. في الدرس السابق تكلمنا على نظام، قلنا بأنه لدينا مجموعة من الأنظمة اللي هي نظام السياماش بالإضافة إلى نظام الريزيس بالإضافة إلى نظام الأبيو. في الحصة السابقة تكلمنا على نظام السياماش بالتفصيل، وقلنا بأن نظام السياماش يحتوي على نوعين، السياماش واحد الذي يتواجد عند جميع الخلايا التي تحتوي على نواة، بالإضافة إلى السياماش 2 والتي تتواجد على سطح أغشية الخلايا LB بالإضافة إلى البالعات الكبيرة. كاين ملاحظة مهمة نسيناها فقط في الحصة الماضية، بأن يوجد هنايا واحد المنطقة هنايا تسمى البيبتيد المستضدي. على مستوى السياماش واحد في السلسلة بين الألفا 1 والألفا 2 يتواجد هذا الشكل الذي يتوضع بينهما، يسمى بالبيبتيد البيبتيد المستضدي. بينما أن البيبتيد المستضدي عند السياماش 2 يتواجد بين الألفا 1 والألفا والبيتا 1، يعني بين الألفا والبيتا. هنا أيضا موقع تثبت هذا البيبتيد المستضدي. هذا بالنسبة إلى ملاحظة فقط نسيناها في الدرس السابق. أما بالنسبة إلى درس اليوم سنتكلم على درس جديد والذي يتمثل في نظام الأبيو. قلنا بأن الإنسان يحتوي على مجموعة من الصبغيات. في السياماش اهتمينا بالصبغي رقم 6 والصبغي رقم 15، وقلنا بأن المنشأ الوراثي للسياماش يكون على مستوى الصبغي رقم 6 والصبغي رقم 15. أما بالنسبة إلى نظام الأبيو فنحتاج إلى صبغيين اللذان يعتبران المنشأ الوراثي لنظام الأبيو هذا، اللي هما الصبغي رقم 9 بالإضافة إلى الصبغي رقم 19. صح، الآن نمر إلى هذا الدرس اللي هو نظام الزمر الدموية أبيو. إذا كان السياماش يتواجد على سطح الأغشية التي تحتوي على نواة، فإن نظام الزمر الدموية أبيو يكون محملا على سطح الأغشية التي لا تحتوي على نواة. يعني وشنو الخلايا التي لا تحتوي على نواة اللي نعرفها؟ اللي هي الخلايا اللي هي الكريات الدموية الحمراء. الكريات الدموية الحمراء. أول حاجة راح نتكلم على المستضدات الغشائية. كاين في حياتنا اليومية نسمع نقول لك واحد يقول لك الزمرة نتاعو أ، واحد الزمرة نتاعو ب، واحد يقول لك الزمرة نتاعو أو. هذا وش يعني؟ هذا يعني أن الكرية الدموية الحمراء تتواجد عليها مجموعة من السكريات التي تحدد نوع الزمرة. وش معناها؟ رانا رايحين نفهموها من بعد. يعني وش أول حاجة قبل، ما هي أنواع الزمر؟ لدينا الزمرة أ بالإضافة إلى الزمرة ب بالإضافة إلى الزمرة أو بالإضافة إلى الزمرة بالإضافة إلى الزمرة أبي. هذه هي الزمر الدموية الشائعة. اسمع لي مليح، لو كان نجو نلاحظو ونديرو تكبير على سطح الغشاء الهيولي للكرية الدموية الحمراء، نجي نديرو تكبير، هذه نروحو نديرو لها هنا. واش نديرو لها؟ نديرو لها تكبير، هذا تكبير صح. بعد ما نلاحظو التكبير نجد أنها تحتوي هنا على ماذا؟ تحتوي على بروتين بالإضافة إلى أربع سكريات. هذه الأربع سكريات نسميها بالقاعدة السكرية. بالقاعدة ماذا؟ السكرية. هذه تتماثل أين؟ القاعدة السكرية هذه والبروتين هذا يتواجد عند الزمر A و B و O و AB. كل الزمر نجد أنها تحتوي على نفس هذه القاعدة السكرية. هنا نفس القاعدة السكرية، مجموع أربع سكريات صح. الآن واش رايحين نعرفوا؟ رايحين نشوفوا واش قلنا نحتاجوا الصبغي رقم 19 والصبغي رقم 9. الصبغي رقم 19 والصبغي رقم 9. في الصبغي رقم 19 كاين واحد المورثة. هذه المورثة تسمى بالمورثة اش. تسمى بماذا؟ تسمى بالمورثة اش. هذه المورثة تحتوي على أليلين، تحتوي على أليل اش كبير وتحتوي على أليل اش صغير صح. حيث أن هذا الأليل اش كبير، اسمع علي مليح، الأليل اش كبير هذا وش يصرالو؟ راح يدير تعبير مورثي. بما أنها مورثة وش يصرالها؟ تعبير مورثي. وش معناها تعبير مورثي؟ يعني تركيب بروتين. تعبير مورثي اللي هي واش يصرى فيه؟ استنساخ
بالإضافة إلى الترجمة. صح، بعد ما يسرى استنساخ وترجمة، بالتالي تعطيك بنية فراغية. من بعد ما تعطيك بنية فراغية تعطيك وظيفة، اللي هي واش تعطيك؟ تعطيك واحد الإنزيم، تعطيك الوظيفة نتاعو اللي هي عبارة عن واش؟ إنزيم. هذا إنزيم يسمى بالإنزيم آش. هذا الإنزيم واش يسمى؟ بالإنزيم آش. صح، هذا الانزيم اش شنو الوظيفه نتاع الانزيم؟ قلنا انه هذا الانزيم يا اما يدير لك تفاعل مثلا تحويل تركيب اماها الى ما غير ذلك. هذا الانزيم واش يروح يدير؟ يروح لك مثلا عند هذا السكر الخماسي، هذا هذا السكر الرباع، يروح عند هذا السكر الرباعي واش يدير؟ يزيد يركب لك سكر جديد اللي هو يمثل ماذا؟ يمثل سكر الفيكوز. يمثل ماذا؟ هذا السكر الخامس، هذا السكر الخامس لمثل سكر الفيكوز. ويروح ايضا عند الزمره مثلا اشخاص عندهم زمره بي، هذا الانزيم يركب لهم ماذا؟ سكر خامس يسمى السكر الفيكوز، سكر الفيكوز. ويروح ايضا عند اشخاص عندهم الزمره او يركب لهم ايضا واش؟ يركب لهم سكر ايضا هذا يسمى سكر الفيكوز. والاشخاص اللي عندهم الزمره ابي يروح على سطح هنايا لاحظوا يركب لك ايضا السكر الخامس اللي هو يمثل سكر الفيكوز. صح، هذا ماذا يمثل؟ سكر الفيكوز. صح، كيف تركب سكر الفيكوز؟ وذلك بفعل الإنزيم آش، حيث أنه على مستوى الصبغة 19 توجد مورثة الآش الذي يحدث لها تعبير مورثي فتركب لنا الإنزيم آش، فهو الذي يركب وهو المسؤول عن تركيب الفيكوز. صح، هذه السكريات الأربعة بالإضافة إلى سكر الفيكوز نسميها بالمستضد آش. نسميها بماذا؟ نسميها بالمستضد، بالمستضد آش. صح، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى سكر الفيكوز. الآن نمر إلى الصبغة رقم 9. الصبغة رقم 9 يحتوي على مورثة، يحتوي على مورثة. هذه المورثة تسمى بمورثة الأبيو، مورثة ماذا؟ الأبيو، حيث أن هذه المورثة تحتوي على ثلاث أليلات. تحتوي على ماذا؟ تحتوي على ثلاث أليلات. يوجد ثلاث أليلات، اللي هي الأليل EA بالإضافة إلى الأليل EB بالإضافة إلى الأليل EO. هذا هو الأليل المتناحي. صح، هذا الأليل، هذا EA وش يدير لك؟ بالنسبة للناس اللي عندهم الزمرة A عندهم الأليل EA، هو عندهم الأليل EA. بالنسبة للناس اللي عندهم الزمرة A عندهم الأليل EA. هذا الأليل إي آو شي يديرلو؟ يدير تعبير مورثي. يدير ماذا؟ تعبير مورثي. بعد ما يدير تعبير مورثي يركب لك بروتين وكذا، ها يركب لك ماذا؟ يركب لك إنزيم يسمى بالإنزيم A. هذا الإنزيم A ما هو دوره؟ يركب لك سكر جديد. هذا سكر جديد يقوم لك بتثبيت سكر جديد اللي هو تثبيت سكر الناقة، يسمى بماذا؟ بسكر الناقة، ان اسيتيل جالاكتو امين. صح، ان اسيتيل جالاكتو امين. هذا الانزيم ماذا يقوم بتثبيت؟ بتثبيت الان اسيتيل جالاكتو امين. صح، ها هو السكر السادس، هذا ركب لك السكر السادس عند زمرة اركب لك ان اسيتيل جالاكتو امين، هذا الناقة. صح، اما بالنسبه الى الناس اللي عندهم الزمره بي، عندهم الاليل اي بي، عندهم الاليل اي بي، هذا الاليل اي بي واش يصرى فيه؟ يصرى فيه تعبير مورثي. بعد ما يصرى فيه تعبير مورثي يركب لك انزيم، انزيم يسمى انزيم بي. هذا الانزيم بي ما هو دوره؟ ما هو دوره؟ يقوم بتثبيت ماذا؟ يقوم بتثبيت السكر جالاكتوز، يقوم بتثبيت سكر سادس يسمى بسكر الجالاكتوز، بسكر ماذا؟ بسكر الجالاكتوز. صح، عند الزمرة بي وش يركب لك؟ يتركب لك سكر سادس اللي هو السكر ماذا؟ الجالاكتوز. سكر ماذا؟ سكر الجالاكتوز. اما بالنسبه الى الزمرة، اما بالنسبه الى الناس اللي عندهم الزمرة او، وش يصرى عندهم؟ عندهم هذا هذا الاليل، عندهم هذا الاليل. هذا الاليل وش يصرى بعد ما يصرى له تعبير مورثي؟ وش يركب لك؟ يركب لك انزيم خامل. هذا الانزيم لا يعمل. هذا الانزيم وش؟ لا يعمل. عندما لا يعمل هذا الانزيم فهو لا يقوم بتثبيت سكر سادس، بالتالي وش راح يبقى؟ يبقى عنده خمس سكريات، يبقى عنده واش؟ خمس سكريات. صح، اما بالنسبه الى الزمره ا بي، اما بالنسبه الى الزمره ا بي فانه وش عندهم؟ عندهم الانزيم ا يكون نشط، وعندهم الانزيم بي، لازم يولي عندهم الانزيم ا والانزيم بي، حيث انه من جهه يثبتوا سكر ان ا ان اسيتيل جالاكتو امين، ومن جهه اخرى يركبوا الجالاكتوز. يعني هذا الزمره ا بي وش يصرى فيها بعد ما نديروا هنا تكبير؟
بعد هنا ما نديرو تكبير نجد ان لديه زوج، عنده زوج. هذه واش يركب لك من جهه؟ يركب لك من جهه، يركب لك هنايا، يركب لك سكر، ومن جهه ايضا هذه يركب لك سكر. هنا يركب لك الان اسيتيل جالاكتو امين، هنا يركب لك الناغا، هنا واش يركب لك؟ هنا راح يركب لك الجالاكتوز، هنا راح يركب لك ماذا؟ الجالاكتوز. صح. الزمرة أو شي صرا عندها؟ اسمع لي مليح، نعاودو من جديد. لدينا شحال الزمر المشهورة واش عندنا؟ الزمرة أ، الزمرة بي، الزمرة أو، الزمرة أبي. هذه الزمرة، هذه جميع الزمر تشترك في البروتين هذا بالإضافة إلى الخمس سكريات هذه. ربع سكريات هذه كاينة في الحالة العادية، أما بالنسبة إلى السكر الخامس والمتمثل في الفيكوز فتحصلنا عليه من الصبغة رقم 19 بفضل المورثة آش. هذه المورثة بفضل أليل آش هذا يحدث تعبير مورثي فتركب لك الإنزيم آش. هذا الإنزيم هو الذي يركب سكر فيكوز عند مختلف هذه الزمر. أما بالنسبة إلى السكر السادس فأين نتحصل عليه؟ بفضل الصبغة رقم 9، حيث أن الصبغة رقم 9 يحتوي على مورثة الأبيو. هذه مورثة الأبيو لديها ثلاث أليلات، لديها ثلاث أشكال، حيث أن الناس اللي عندها الزمرة آ لديها الأليل إي آ. هذا الاي اي يصرى له تعبير مورثي، بعد ما يصرى له تعبير مورثي يركب لك انزيم ا. هذا انزيم ا دوره تثبيت الان اسيتيل جالاكتو امين، بالتالي هذا عنده ان اسيتيل جالاكتو امين هو السكر السادس، بالتالي هذا نقول عليه الزمرة ا. اما بالنسبه الى الزمرة بي فيكون عندهم الاي بي، عندهم الاليل اي بي. هذا الاي بي يصرى له تعبير، بعد ما يصرى له تعبير يركب لك انزيم بي، هذا الانزيم يثبت لك الجالاكتوز، بالتالي هذه الزمرة واش نقول عليها؟ نقول عليها الزمرة بي. أما بالنسبة إلى الزمرة أو فيركب إنزيم خامل، هذا الإنزيم لا يركب سكر سادس، بالتالي يبقى عندنا خمس سكريات اللي هي واش نسموها، سميناها مستضد آش، وفي بعض المراجع نلقاها أيضا تسمى بالمؤشر آش، تسمى أيضا بماذا؟ بالمؤشر آش. بالتالي إذا كان عندك المستضد هذا آش وحده هنا تكون الزمرة أو. أما بالنسبة إلى الزمرة أبي فنجد على سطحيها أنه لدينا خمس سكريات، عدد زوج مستضدات آش، زوج مستضدات آش، من جهة عندها الناقة اللي هي الزمرة أ، ومن جهة عندها الجالاكتوز هي الزمرة بي، بالتالي هنا نقولوا عليها الزمرة أ بي. صح. هذا واش نقولوا عليه؟ بالتالي هنا واش عندك؟ الأ عنده سكر جديد، هذا واش نسموه؟ سكر جديد اللي معاهم، هذه كاملة في ستة، هذو كامل واش نقولوا عليهم؟ نسموها ماذا؟ نسموه مستضد أ، نسموه ماذا؟ مستضد أ، مستضد أ. صح. أما بالنسبة إلى الزمرة بي عندها سكر جديد اللي هو الجالاكتوز، هذا هو مثلا الجالاكتوز، هذه مع بعضهم كامل وش يسموه؟ تسمى بالمستضد بي، بالمستضد بي. أما بالنسبة إلى الزمرة أو ما عندهاش سكر سادس اللي هي وش تمثل؟ قلنا عليها باللي هي تمثل مستضد آش، بالتالي هذه نقدر نسموها مستضد آش، وهي نفس المعنى وتسمى أيضا بالمستضد أو. أما بالنسبة إلى الزمرة أو أبي وش عندها؟ عندها مستضد أ من جهة وعندها المستضد بي من جهة، يعني عندها المستضدات للزوج. الآن نروح إلى حالة نادرة، ملاحظة مهمة جدا، حالة نادرة كين واحد الزمرة تختلف عن الأ وتختلف عن البي وتختلف عن الأو وتختلف عن الأبي. هذه الزمرة نادرة جدا، ظهرت في دولة الهند. هذه الزمرة تسمى بالزمرة بومباي، اسمع لي مليح، هذه الزمرة تسمى بماذا؟ هذه الزمرة تسمى بزمرة البومباي، تسمى بماذا؟ زمرة بومباي. نسبة ورود هذه الزمرة عند الناس هي 1 من مليون، يعني في كل مليون شخص نلقاو شخص واحد عنده زمرة بومباي. هذه الزمرة مشهورة في مدينة بومباي في الهند، اسمع لي مليح. لو كان نروحوا عند شخص لديه زمرة بومباي على مستوى الكرية الدموية الحمراء، نروحوا نشوفوا الغشاء الهيولي، عنده هنا الغشاء الهيولي، ونروحوا نديروا تكبير. واش نروحوا نديروا؟ نديروا تكبير. لاحظوا باللي هذا واش عنده؟ عنده بروتين، عنده بروتين مرتبطة به أربع سكريات، مرتبطة به واش؟ أربع سكريات، اللي هي نفسها هذه أربع سكريات، مرتبطة به هذه أربع سكريات، صح؟ احنا نلاحظوا باللي عند الزمرة أ بي والأو والبي والأ تركب أيضا سكر خامس اللي هو ماذا؟ سكر الفيكوز. هذا السكر الفيكوز من أين نتج؟ ناتج من المورثة آش المحمولة على الصبغة 19. هذه المورثة لديها شكلين اللي هو الأليل آش السائد والأليل آش المتنحي، بالتالي الناس كامل هذه اللي عندهم واحدة من هذه الأربع زمر يعني عندهم الأليل آش، بالتالي صار له تعبير مورثي، ركب لك إنزيم آش، هذا الإنزيم آش هو اللي ركب لك سكر الفيكوز. أما بالنسبة للناس اللي عندهم زمرة بومباي وش صار معاهم؟ اسمع لي مليح، عندهم الأليل آش المتنحي هذا،
هذا الاليل بعد ما صار له تعبير مورثي، بعد ما صار له تعبير مورثي ركب لك انزيم خامل. هذا الانزيم الخامل لم يقم بدوره في تركيب السكر الخامس المتمثل في الفيكوز. هذا السكر الخامس المتمثل في الفيكوز لم يتركب، بالتالي شحال بقى عندنا؟ بقى عندنا اربع سكريات فقط وليس خمسه. بالتالي هذا ماذا يمثل؟ زمره بومباي، وش معناها؟ انها لا تحتوي على السكر الخامس والمتمثل في الفيكوز، يعني انها تحتوي على اربع سكريات فقط. هذا بالنسبه الى زمره بومباي، هذا بالنسبة إلى زمرة بومباي. إلى هنا نولو انتهينا من الجزء الأول والمتمثل في المستفادات الغشائية. انتظرونا في الفيديو القادم والذي يتكلم على الجزء الثاني لنظام الزمر الدموية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.